متابعينا الكرام ومتابعي موقع بصراحه، معكم محمد الجندي، ومعنا النهارده اصاله، لا قصدي مي، هو ده اللي احنا اتفاجئنا بيه. جبس مصر عمل حواديت كتير وقصص كتير شفناها على الميديا، اتظلمت فيها مي، قصدي اللي كان بيقول عليها اصاله، واتفاجئنا بتفاصيل جديده غريبه ومثيره. اتظلمت بقول تاني فيها مي اللي قامت بدور اصاله اللي هي مرات جبس. فيلم وتركيب او تمثيليه هم عملوها احنا لسه مش عارفين، هي اللي هتقول وهتحكي كل حاجه من البدايه لحد ما احنا بنكلمكم دلوقتي. اقول لك اصاله ولا مي؟ لا قولوا لي مي خلاص. مي؟ اه ده اسمي الحمد لله. تمام، شرف لي، شرف لي. ايه اللي حصل يا مي؟ اللي صار طبعا انه الموضوع من اول، انا هبه تعرفت عليا في مطعم سمك، كان جبس عامل لها مقلب فيه، والمقلب ها انه هي ما تبعتش الحساب والكلام ده. تمام. فانا عرفته من هون. فالموضوع اللي حصل انه انا بعد ما تعرفت على هبه شويه بقينا نتعرف على بعض ونتكلم مع بعض ونقول وانصحها واقول لها خدي بالك من ولادك وجوزك والله يحميكم ويحميكم لبعض ويبعد عنكم العين والكلام ده. تمام. كل مره اقابلها بالسوبر ماركت واطلع واسلم عليها بالسوبر ماركت. فشويه شويه معرفتك كان معرفتك بيه اللي هي ام سليم، عن طريق بهبه، مش بجبس نهائيا. انا مش صاحبه جبس نهائيا زي ما هو ذكر. اساسا مي منين؟ انا من الاردن. عايشه هنا؟ عايشه هون. كنت عايشه هون بامان الله وبحالي ومحدش عارفني، وكنت شغاله بتعبي وبشرفي. بس فالمهم طلعت من مطعم السمك، اشتغلت بهاي فرنيتشر برضو نفس الشيء، والمرتب تبعي كان كتير كويس وحلو. بس انه صار دروبات برضو بهاي فرنيتشر، لقيت هبه بتتصل عليا بتقول لي ايه رايك نعملي معانا المسلسل الفلاني، على اساس ان هم شركه زي ما انت قلت، على اساس انه في محامي وفي شركه وفي شركه قانونيه. ايوه شركه قانونيه وفي محامي وفي في بيسموه ايه بيدو شركه يعني جميع. ايوه طبعا انا ايوه سجل ضريبه وكل شيء. فانا ما كنت عارفه طبعا الموضوع بالنسبه الموضوع فين اوكي. الموضوع بالنسبه لي انه صار انا ما اعرفش في السوشيال ميديا ولا اعرف شيء ولا قانون الدوله ولا اي شيء. فالموضوع بالنسبه لي زاد عن حده وصار ضغط نفسي بالنسبه لي، وصار كلام ملوش داعي وكومنتات العالم وطريقه العالم الوحشه، ان انا اكون طالعه يقولوا لي انت خطفتي راجل وخطفت الرجاله. التصوير اللي حصل وخبطت على باب الشقه كله تمثيل، تمثيل تصوير ان هو قلع قميصه ده، دي انا نسيت احكيها لاي حد. هون بالشقه هون. فالمهم اجت لما كان لابس قميص على فكره، هو عادي يعني لقيته مره واحده هي خبطت. ايوه راح كده، كان هو لابس قميص عادي، كان قميص عادي. فلما قلع القميص انا قلت له ليه قلعت القميص؟ يعني ليه معلش يعني ليه قلعت القميص؟ كنت متضايقه من النقطه هاي وما رضيتش احكيها. فالمهم اجت وقالت له وتفت في وشه والكلامها، قلت له انت كيف هو اللي بحفظها اصلا. وكانوا عاملين وقتها كانوا بيحفظوا في البيت انه بيعملوا زي سيناريو. فالمهم قلت لها انت كيف تقبل انه هي تف بوشك؟ انت زلمه صعب انه مره تف بوشك، يعني هاي مش حلوه بحق اي زلمه. وهو تقبل ده عشان هو تقبل عشان الريتش يعلى. فالمهم اي حركه انا كنت اعملها او اي شيء هو اللي كان محفظني اياها، هو اللي كان يعمل لي اياها. طبعا انا من غبائي، هي سيب الطيبه على جنب، هي من هي بص هي الطيبه غباء، الطيبه بعدها ايه؟ غباء. يعني لما الطيب ده بيأفور قوي يبقى غبي خالص، غباء، وبيتصرف تصرفات ممكن يتحاسب عليها. ايوه بس هي الفكره كلها، عايز اعرف حاجه، موضوع التصوير، موضوع النوم، موضوع اللبس، موضوع ان هم ان انت عايز تصوري في اوضه النوم. لا انا رفضت، هو كان ليلة الدخله قال لي هتجيبي لي الاكل في اوضه النوم، قلت له خط احمر اوضه نومي ما تبينش، لو على شو اوضه نومي ما تطلع، انتوا بتصوروا في اوضه نومكم شغله بترجع لكم، بس انا اوضه نومي ما تطلعش في السوشيال ميديا. لكن مش عادي بالنسبه لي، لا مستحيل 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 انا ابين اوضه نومي، خصوصيه هاي الي. ممكن ناس تقول لك مش عامله في اوضه نومتها مش فرشاها، لا الحمد لله، بس انا هاي اوضه نومي خصوصيه. حتى لو مش فرشاها دي يعني خلي بالك انت عملتي حاجات رفضتيها، رفضها يدل ان انت حد محترم قوي. ايوه انا لبسي انا بلبسه عامه، بس الدريس الاسود ده انا ما لبستوش، انا لبسته غصب عني. قالت في ممثلين ومخرجين في الفرح ولبسيه عادي. انا كل مره يعني كنت كان عريان خالص، يعني هو كان شفاف من الجناب وشفاف من هنا وشفاف من الجناب، ما يتلبس بصراحه انا بحكيه.
حتى انا قلت لها ما ينفعش يعني هو شبه. طب يعني حس خلاص انت لبستي الدرس الاسود وروحتي وقعدتي بقى مع نفسك اللي هو مي مش اصاله. مي مش اصاله. كل فيديو مي كانت تصوره كانت كل بعد فيديو اعيط اقعد ابكي مع نفسي واقعد اتكلم مع ربنا انه ليه وصلتني لهون. انا ما كنتش انا مش كده يعني. انا وصلت لمرحله انه مش عايزاها. ف مش عايزه ايه؟ مش عايزه الغلط ولا مش عايزه الترند؟ مش عايزه كل شيء لانه مش مي. دي مش مي. مش تصرفات مي. مش تصرفات تربيه واحده تربت. فاهم؟ تربت في السعوديه زي ما انت قلت. اتربيت في السعوديه انا مواليد السعوديه وبفتخر فيها. وناس بتقول لك لا مش شرف مش إلك انك انت تطلع من السعوديه. لا بحب السعوديه. لا شرف لاي حد طبعاً. انا السعوديه بعشقها. المملكه العربيه السعوديه. ولكن اللي حصل كان ضد مبادئ الدين وضد مبادئ اي شيء. سيبوا ان انا عامله تاتو وعامله كل شيء. سيب انا بتعاقب ربنا عقابي بيني وبين ربنا. بس انا بعرف الدين وبعرف الاصول يعني وبعرف ايوه وبعرف لا ايوه بس انجل بعرف الاصول وبعرف كل شيء. كل ده ملوش دعوه. ملوش دعوه ربنا دي حاجه ثانيه. ايوه بيني وبين ربنا شيء ثاني. طبعا لما هبه طلعت وقالت انه انا شوشو واني انا رقاصه واني انا بجيب بزلام على البيت واني انا شمال واني انا جايبني من كباريه واني انا طب ليه طب ليه يا هبه وانت اللي جايباني وانت اللي عامله وانت سوى اني انا مضغوطه من جوزك واسلوبه معايا وطريقته معايا في السياره وزعيقه اكنه هو جوزي عن جد. لا انا ابو الاولاد ما صرخ بوشي بهالطريقه. هسالك سؤال. اتفضل. ايه عملت اللي عملتيه صح وغلطت خلاص وغلطت تمام وكون في حاجات بتدل ان انت لا تربيتك حاجه كويس قوي وان انا بخاف ربنا اكيد دي انت حاجات ما وقفتيش عليها اكيد انت تصوري انك تلبسي عريان وتتصوري انك تلبسي وانا البس ام بيبي دول وقميص نوم نعم وبيكيني انطلب مية بالساحل بقول لي ايه نظامك في البحر. قلت له ايه نظامي في البحر حتى لو بمشي بالبحر لا سوشيال ميديا مش طالعه فيها هيك لا عشان الريتش يعلى يا ستي انت مش عارف مش مصريه انت اجنبيه مش هيفرق. قلت له لا مستحيل عندي ولادي ومستحيل النقطه هاي تحصل. بما ان عندك ولادك بقى ثواني بقى وما تقوليليش مش هتكلم يعني لا انا مش هتكلم عن ولادي سوري هم رافضين يطلعوا بالموضوع حد نهائيا. لا الموضوع وصل للسعوديه وصل للاردن وصل لزمايلك هناك وصل لاصدقائك هنا كله عرف. قالوا لك ايه؟ انصدموا. سني هم انصدموا خلاص انصدموا انه مين هاي مش مي مستحيل انت ليه حطيتي حالك بالموقف ها يعني سوري بالكلمه استغفر الله ليه خليتي نفسك الفلوس تعمل خلص مضطر اعمل دخل عشان انا شبه بنهار بس لا انه انا هوقف على رجلي من اول وجديد فانا مش من النوع اللي بنهار. عملت على راسي دخل اسود والله العظيم دخل شو انا تورطت من الموضوع ما دخلش دخل ولا شيء. هي 7100 جنيه اللي عطوني اياها فكرك مصري مصري والله بالمصري والله ايوه ايوه بالمصري. فالموضوع بالنسبه الي ما خدتش شيء. فبالنسبه الي الناس قاعده بتقول كومنت انك انت كل اللي عملتيه ده عشان تبقي ترند وعشان ما خدتيش فلوسك. يعني لو كانت اداكي فلوسك كنت سكتي. لا ما كنتش هسكت. احنا بس عشان احنا نوصل لكل حاجه إيه؟ مين من اصحابك قالك ما مش عايز اعرفك تانية مي؟ لا ما حدش عشان كانوا كل مره بتصل عليهم وانا منهار عياط عشان عارفين وضعي ايه. وبتعيطي ليه بقى؟ عشان انا مش شيك. دي مش شخصيتي. دي مش مي. دي بواحدة تانية. مي شخصيتها زي اللي شايفها انت حضرتك قدامك. جميلة. ايوة. وحد طبيعي وحد راقي وحد ايوة. هم كانوا عارف الزن على الودان. عارف كل واحد هي وهو هي وهو. على فكرة من قيمة يعني قبل ما يحصل المشكلة هاي. قبلها باسبوع. ماشي. انا كنت مقاطعة الدنيا. قلت له ستوب. انا ما رح اكمل. انا ما بتهدد. يقول لي كل مرة انت هتغيبي فيها مش هقديك بونس. مش هديكي المرتب. هقصر من المرتب. قلت له انا ما بتهددش. انا مش عايزه الموضوع. اجت هي وعملت عليا فيلم هو وياها. تهدي وخاصه انت هو اللي بتعمليه. لا طبعا لا انا عارفه عاملاه من سنين يعني عادي دي طبيعتي. انت طبيعتي. ايوه طبيعتي حياتي يعني يعني انت حد وعقابي بيني وبين ربنا مش بين الله. حد عايش حياته طبيعي كويس يعني كويس. حد عايش حياته طبيعي. حد مثلا مش اللي هو ولا اوفر قوي
انت عادي طبيعي طبيعي وبشيش وبقالي 18 سنه بشيش اي بني ادم يعني الناس ممكن كلها كده الناس أيوة. دي طبيعه والناس كلها كده ومش مشاكل بس لما انا الاقي النهارده ان 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 الموضوع راح في حته ثانيه في الميديا أيوة. وان الموضوع بيقولوا ان هم كويسين ومي هي الوحشه وهي هي ايوه لما بدات الكومنتات ايوه وما زالت تحكي لصاحباتها ان انا متجوزه عرفي نعم وانا طمعانه بفلوسها معلش بده ممكن تجيب لي التليفون في في قبل ما بعد ما صورت المحادثه تبعتها الاتصال بعثت لي مسج فيه بتقول لي ايه شوف المسج انا انصدمت لحظه اوكي هي شكلها مسحتها لا بس هطلعها ثواني هنا في العمارة بقى لما شافوا الأحداث وسمعوا لا ما حدش سمع هي جارتي الوحيدة يعني بس ما حدش سمع يعني موضوع لو احنا قلنا هي شجعتك ان انت تلبسي الكاش مايو تلبسي الباكين لا ما لبستش لا هي شجعتك لا ايوه انا عايزة كانت تبعت لي صور ناس تقولي شوفي من المشاهير ايه المشكلة قولها لا انا ماليش دعوه بالمشاهير وماليش دعوه باي حد انا عادتي انا ما بش هطلع في السوشيال ميديا يا ستي انا بلبس هيك بس مش طالعه في السوشيال ميديا حتى لو ما بلبسش مش طالعه في السوشيال ميديا هيك معلش سوري فهي شكلها حدث مسحت المحادثه قالت لي ايه انك انت كان هي بتقعد تكلمك وتتفق معاكي وتقول لك لا نعمل كذا ونسوي كذا وبكره أيوة هنصور كذا ايوه وكان تيجي قبل جوزها وفي ناس تقول لك انت حبيتي جبس عشان انت مقهوره عشان هي اجت بتيجي قبليه عشان انت عايزه تصفردي فيه لا يا جماعه مش هيك ابدا انا كنت هي تيجي قبله وكنت اقول له شوي عليها ما ينفعش حرام عليك تلاقيها بتغير وهي عندها حق ما ينفع طبعا لا وهي ولا بتغير ولا شيء وهي قاعده معايا اصلا انا اللي بطبطب عليها قاعده امتى قعدتي مع نفسك وقعدت حياتك كتير قوي مش عايزه اتكلم كل مره كل مره كل مره كل مره تصوير انا بتاذي نفسيا قاعده كل مره تصوير انا اللي يعني بتضايق على نفسي انه انا ليه وصلت للمرحله هاي مش هاي هي ولا انا يعني عاداتنا وتقاليدنا فاهم بس ان اضطريت اعملها عشان اوقف على رجلي مره تانية فالموضوع بالنسبة لي أذية نفسية يعني كل يوم يعني كل مرة أصور فيها أقعد أبكي إنه ليه وصلتي لهون شوفي أسلتك قدامك كله إنه لا مش هحكي في موضوع أسرتي برضو بس إنه موضوع بس إن أكيد بتشوفي إنسان بس ملكيش خالص فيه ولكن بس بتشوفيه قدامك بشوف أولادي بس بشوف ولادي لحظتها انه انا وصلت لمرحلة مش ماما هاي فاهم بس فالموضوع ماما حاجة كبيرة قوي ماما كبيرة ماما هي اللي دايما قوية ماما اللي بتعمل كل شيء ليه وصلت للمرحلة هاي هم عارفين انه تمثيل بس انه مش ماما ماما مش ماما هاي ماما حد كلاس قوي فاهم فما ينفعش اوصل للمرحلة هاي فالحمد لله خلاص تعلمت من غلطي وانا غلطانه والبني ادم ما بيغلطش مثلا يقول لا هو غلطان لا مثلا حاجه ما بيستمرش في غلطه لا ما هو الناس بتقول لك انت لما شتمتك انت بقى توقفتي لا انا انضغطت انا جبس كذا مره قاعد يزعق لي بالسياره ويزعق لي صوته وازعق له مش انت لا انت مش تكذب الكذبه وتقولي انا ويسالني على خصوصياتي في اشياء خصوصياتي بتخصني في حياتي الشخصيه مش خصوصياتي بلوكات عملت له بلوك لانه لا مش لا البلوكات ان هو عايزك تعملي بلوكات لكل اللي يعرفه انه كنت وقتها عندي الوضع الطبيعي طيب لما احنا لو احنا دلوقتي قلنا مي عايزه ايه الايام اللي جايه عايزه ايه عايزه ارجع على طبيعتي وما لا مش هرجع للمطعم طبعا لا يعني بص احنا بس نتكلم في نقطه ان انا حتى لو هشتغل بعرق جبيني من غير سوشيال ميديا انا ممكن اعمل سوشيال ميديا اعمل شغله اللي بتخصني واشياء شغله اتكلم مع الناس اللي حبوني ايوه اما اني انا احتك وحضن والكلام اللي كان يتعملها لا 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 لا, لا. مش انا مش شخصيتي مش شخصيتي ان انا اعمل شغله زي هاي هم انه انا مش بيبي اقتنع بس انه عارف اسلوب اللي لا ده اخوكي ما الممثلين بيحضنوا ما مش عارف ايه انت اختك كبيره انت لا ويحلف لي قسما بايات لا انا بخاف عليكي زي اختي يا جماعه ما تحلفوا بالله كذب يا جماعه انتوا بتحلفوا بالله وقسما بالله وبحيات اولادك كذب مع كل التكتوهات دي لا من مي أيوة, ايوه 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 ده انا هاي طلع موضوع بص
الشاب اللي ظهر في حياتك بقى وقال لك وقف معاكي وكان ليه دور كبير قوي؟ اخويا بيدو. بيدو ده عن مليون ده اخوك خلاص بقى اخوك بجد عن مليون زلمه فعليا. امه وابوه عرفوا يربوه فعليا يعني راجل بمعنى الكلمه مثل ما بتقولوا مصر احنا بنقول زلمه. انا ما اعرفوش ولا يعرفني ولا انا صاحبته ولا احنا متفقين ولا اي شيء. طبعا انا من بعد ما نفسيتي تعبت من الموضوع رحت قصيت شعري. بعد ما قصيت شعري لقيت واحده بوظت لك شعرك. لا هو مش هي هو. طبعا انا نفسيا الموضوع طلع معايا لفوق فما بقيتش شايف على طول ديزاينر عادي. فالموضوع بالنسبه لي لقيت نفسي انا كنت منهار اللحظه هاي فعليا كنت عينيا منفخة من كتر العياط. فهيتي انت أصالة؟ قلت لها قلت لها انت أصالة؟ انشهرت بفضيحة الحمد لله. فأنا مش كده الحمد لله ويا رب يجيب حقي بأي طريقة لأنه أنا الفترة اللي جاية انت هتعملي تعديل كامل بالصورة. أكيد أكيد لازم لازم عشان أنا مش كده فعلا أنا مش هيك. فالمهم لقيتها بتقولي أنا بيدو أخويا صاحب يعني إحنا صحاب ووصلتني بيدو والحمد لله. دوري بقى على رسالة اللي عايزة تطلعيها. فهي بيدو بيدو الشاب المحترم حبيبي حبيبي على راسي. إيه اللي حصل وإنت أول ما مي كلمتك عملت إيه؟ بص أنا قبل لما مي تكلمني بأسبوعين انا كنت منزل فيديوهات كتير ان انا كنت بفضح الترند اللي هم عاملينه عشان كان عايز يعمله مع واحده صاحبتي تمام ورفضنا. وكنت بنزل فيديوهات تثبت عكس كده وان الترند اللي بيعملوه فيه كنت بحاول اوعي الناس. كان هو بيقفل لي الفيديوهات دي فما لقاش اي رجا مني اللي انا عايز اراضيه عشان يبطل يزيني في اكل عيشي. ولحد ما كلمني اكل عيش بسمي ده اكل عيش. لحد ما كلمني انا راح قال لي ايه دخل بقى كلمني بنفسه لما اداني الامان وخلاص. قلت له خلاص مش هنزل فيديوهات تاني بس بطل تقفل لي فيديوهات وامسح الفيديو بتاع البنت اللي معاك تمام. اول ما مسح الفيديو بتاع البنت رحت انا بطلت انزل فيديوهات عشان الناس اللي بتقول انت بتنزل فيديوهات عشان تعمل ترند ولا لا. انا كنت بدافع عن شرف بنت وانا هرد انا في حاجه لان انا اتعاملت معاك. انت دخلت الموضوع ده تحمي دي بالظبط مع اني كنت حليت معاه وخلاص. انا قلت عشان دي لله حبيبي والله على راسي. انت دخلت عشان تحمي دي. انا دخلت مع ان ما ينفع انا اديته كلمه ان انا مش هطلع اتكلم عليك تاني وتراضينا مع اننا متراضين بس فعلا انا لقيتها مظلومه فما ينفعش بقى قادر ان انا اساعدها وابعدها عنها لو وقفت معاها. وهي واحده ست زي ما حضرتك قلت في بلد لوحدها مغتربه وهي اخواتنا الاردنيين كلهم على راسنا والبلد الشقيقه لينا. فراح دخل قال لي يا بيدو ساعدني نمسح الفيديو بتاعك من على السوشيال ميديا عشان بجد بيضرني في اكل عيشي. افتكر اي موقف وقفت معاك فيه برجوله. قلت له ايه ابعت اللينكات. راح بقى يا بيدو هو اللي كاتب ده قلت له ابعت اللينكات. بعت لي بقى لينكات الفيديو اللي انا كنت منزله انا وصديقتي اللي كنا ايه فاتحينه فيه. طلع قال للناس بالله عليك شيل يعني حاول بقدر الامكان ان انت تشيل الموضوع ده بالتويلت. اوكي هلا شغاله اوكي هلا بعتت لي مسج بعد الخناقه دي كلها بعد ما سجلت لها الاتصال بتقول لي ايه انا مش عارفه ايه الطمع ده يعني خدت جوزي مني ومن عيالي وخدت فلوسه وجايه تقولي عايزه فلوسي ده انت بجحه قوي روحي ربنا ينتقم منك انت وهو كفايه تمثيل تفو عليكي حسبي الله ونعم الوكيل. بعد ما بعت لها بعد ما صورت الفيديو تبع الاتصال تبعها قلت لها بسم الله ما شاء الله انتوا بتكذبوا انتوا بتكذبوا الكذبه وتصدقوها عامه الكذب دي